رمضان 2019 في بحر النجوم. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. تحيا مصر، تحيا مصر. أيوة كده يا رجالة، عبرت القناة. مصر ما تتهزمش أبدا، مصر ما تتهزمش أبدا. جات اللحظة اللي احنا مستنيينها بقالنا 7 سنين. كانت في معركة تانية فنية مهمة جدا، ليها كواليس وليها أسرار. تشاهدونه في الأوقات التالية.